في انفجار في محطة غاز في صنعاء. هذا الانفجار هو نتيجة عطل في محطة الغاز في صنعاء. أما اللي يتحدث أن الانفجار هو نتيجة لهجوم إسرائيلي على صنعاء، الكلام هذا غير صحيح. هذا الانفجار لمحطة غاز في صنعاء، إسرائيل لن تستطيع أن تهاجم اليمن، سواء بقواعدها الموجودة في الجزيرة أو قواعدها اللي موجودة في أثيوبيا. ما تقدر إسرائيل، ما تقدر على اليمن. ليش؟ لأن الهجوم على اليمن راح يفتح على إسرائيل أبواب جهنم. فاليمنيين إذا يعني تم ضربهم، ما هي النتيجة من هذه الضربة؟ لا يوجد أي نتيجة، يعني فقط ردة فعل على حجز السفن. راح تكون ردة فعل اليمنيين أكثر أو أقوى من حجز السفن. فاللي الكلام الدارج أن هنالك انفجارات أو هجوم إسرائيلي على صنعاء أو على اليمن، هذا الكلام غير صحيح. أنا بحثت بأكثر من مصدر، غير صحيح. انفجار نتيجة عطل في محطة غاز في صنعاء. إسرائيل لا عقلا ولا منطقا تستطيع أن تهاجم اليمن، حتى لو لديها قواعد قريبة من اليمن لن تستطيع مهاجمة اليمن، لأن اليمن إذا بديت الحرب معه لا تعرف كيف تنتهي هذه الحرب. واليمنيين إذا تم الاعتداء عليهم سيردون هذا الاعتداء بعشر أضعاف، ولديهم الخيارات الكثيرة في رد هذا الهجوم أو هذا الانفجار. ف يعني ليس من صالح إسرائيل أن تفتح جبهات أخرى، خصوصا أن اليمن يملك أسلحة حديثة، وأيضا اليمن يعني مضيق باب المندب بجانب اليمن. فإذا تم قصف صنعاء نتيجة ردة الفعل على الهجوم اليمني على إسرائيل، فأنا ما أتوقع أن تكون هنالك أي ردة فعل إسرائيلية على اليمن، لأن إسرائيل بالمختصر لا تستطيع مهاجمة اليمن. إذا قامت إسرائيل بمهاجمة اليمن سواء من قواعدها القريبة، فهي راح تفتح على نفسها أبواب حرب لن تنتهي. واليمنيين يعني كل من دخل أرضهم أو يعني، فاليمني يعني رجل يدافع عن أرضه ولن يترك أبدا أي هجوم على سواء صنعاء أو غيره دون ردة فعل. ممكن إذا كان إسرائيل لها ردة فعل على هذا الهجوم، اليمن سيكون له ردات فعل وخيارات كثيرة جدا على أي هجوم على صنعاء.